call me a god. You call me a god. بس ابدا فود ماشي فلسنا رسميا، نحتاج ان نحارب بعض السفن. بعد المفروض اني اروح مع الاخ، نسيت اروح لهذه جزيرة الكنز. خلينا نكلم رحمة. Captain, it is like you were born for this. Imagine their surprise. The wind blows the other way now. Yes, as much as it makes me sick to play that game, it's the one they have forced on us. But I digress. I tend to do that when I'm cheery. And today, you make me cheery, Captain. You brought back a chest full of goods many DMC referred to as treasure. Stuffs to be sold. Yet, only my people can truly appreciate them. I am grateful you brought them back intact. One of the reasons I like working with you. Selective dignity. Occasional pride. Not entirely garbage. These aren't just things. They're how we keep our culture alive. And I'll risk every drop of my blood and tears for them. يجب أن تظل البضائع متدفقة. اوه وش هذا؟ ما مهم. التقليل الضرر المتلقب بمقدار 15% وزيادة تولد تهديد مقدار 100% تهديد. وش هو؟ عشان اقدر ارمي النار في وضع الرسو، لما اكون واقف يقل الضرر. ما مهم صراحة، لاني نادر اكون متوقف. لا، معظم الأوقات تكون متحركين. بس بغض النظر، يمكن بتفيدنا في يوم من الأيام. أنا في اللعبة أحب أرفع الكريتيكال دامج والكريتيكال هيد تشانس، بس هنا ما في تشانس. هنا ما في تشانس، هنا في كريتيكال بوينتس أتوقع، وإيش اسمها، لازم تضرب يعني النقاط الحمراء عشان تاخذ الكريتيكال. What does that mean? That I should spank the DMC out of the islands? I don't like it, but she has a point. We've been eating the same bland porridge for weeks. We have weapons, but barely any reserves. With you, I can retake control of the spice trade. Increase our income and stop this incessant. والله الهنود والسبايس هذا لوحدهم a better love story than Twilight. قبل الصفقة يجب أن تظل البضائع متدفقة. نروح نسرق مع من توابل. حراس رحمة من الإناث بعد أظن ما فاتحة عندنا هذا، ما أقدر أروح لها. نشوف وين نريد نروح. في فاست ترافل قريبة. عندي 5000 ما بستخدمهن حال التوصيل ولا إيش اسمه هذا المهام. في شيء هنا ممكن نقدر نبيع حاجة غالية. عندنا لوحة فنية، ممكن حد يريد يشتريها. بيع وشراء، نشوف البيع. اوكي، شراب قوي بس عندنا 5000 زينات حال فاست ترافل مرتين لا اكثر. نبحر بالطيارة اول مرة انطلق في الطيارة. عسى انه الدرع يكون. وين سرعة 18؟ والله ما اشوف سرعة 18.
متأكد لا أكون أنا شريت شيء ثاني. خلينا نجمع بعض الأكل. في سفينة قدامي هذا. لا اللي في الخلف. اوكي في توابل هنا. التوابل الثانية هنا. وهنا. نفتحها واتوقع هالثلاث مناطق عشان نخلص المهمة. بعدين بيبدوا يحاربون هذا. لا. اكيد. اخذ نفس تطليق التوابل. نروح نشوف هذا بعد. خشخاش. نجمع الخشخاش. نجمع التوابل. ونكمل. ليش هذا يريد يحاربوني؟ من اللي يريد يحاربني؟ نسوي صعود. لا دمرت. أريد أهرب. أريد أهرب شوية لأنه ما عندي. خلينا ناخذ أكل. أقدر أرجع لهم. بعدنا طبق علي وبعدنا ما شديت التوابل العدد المطلوب.
شيف بعدهم يدفقون لنا. احنا نريد توابل تدفقهم الاعداء اللي يدفقون. اكتمل التحدي الاساسي. وش هذا بعد تريد؟ اريد اسرق هذا. عشان اهرب. كم خلصنا؟ السفينة استخلاص. وش يعني؟ طيب هذيك اتوقع انه بتم بينمل المخزين وانا ما قادر اني القى المقصود من هذه المهمة. سفينة الاستخلاص. اوكي خلصت عنا النار. خلصت عنا النار. وللحين ما قضيت. اوكي هذا سفينة الاستخلاص. هذا سفينة الاستخلاص اتوقع. كأني خليته في اليسار سلاح المفضل. توصيل صناديق توابل وخلينا ننطلق بالسرعة. نشوف سرعة السفينة هذه. ابو سرعة 18 نقربها. او نرجع لهنا. اسهل لي واقرب لي. Thank you.
اوكي، عكس الريح السرعة تكون نفس سرعة السفينة ذيك الثانية. يلا راوغوها اذا تقدروا، والله ولا تقدروا. خلاص خلصنا هنا. طولتنا شوية، ما أعرف إذا كان بيكون فيديو واحد ولا بنقسم على فيديوين. طولنا وأتوقع بننهي على نهاية هذا ونقسمهن لقسمين. ملكية خاموي أظن فيها خريطة ماب عندي حال هذا ممكن؟ معقولة ما في؟ والله، أو إنه في حاجة تشتريها من هنا. التاجر هذا لو نشوف ما عنده شيء. يا أخي متأكد إنه في حاجة كانت طالبة لي. أوكي يمكن، أوكي ثرمايت ليفل 2 كنت أريده، بس الحين عندي ثرمايت ليفل 3. لا ما عندي ثرمايت، ما عندي ثرمايت. وهذا أوريدي مالكنا، أوريدي شارنها، بس تحتاج كركديه. إصلاح، ندير الشحنة، نرمي الحاجات اللي ما بنستخدمها مثل هذه. ما نرميها يعني، نرجعها. وهذا نوصلها عندنا 200. ننتقل إلى تلوك بنجارة. ونشوف رحمة وايش تريد تخبرنا ولا تقولنا. أظني ما عندي صناعة النار. خلنا نشوف بس الحداد. هو الحداد لا اللي يعطيني النار. خلنا نشوف الحداد كيف أقدر أحصل على النار؟ ما ظنك عندك شيء. ملكية خامو يشوف. أوكي أحيدها ملكية خامو. ما أقدر أسوي، ليس لديك المخطط المطلوب. أرسل تتبع، أحيدها وين خاموي. بس ما أتوقع إنه عندنا المبلغ الكافي. بنشوف بعد هذا، بعد ما نكلم رحمة نرجع لخاموي وأشتري النار، لأن الحين سلاح المقدمة ما أقدر أستخدمه بسبب إنه ما عندي نار. I would like to thank you for a job well done, but it sounds like you got a kick out of smuggling our spices from under their noses. Tonight the Unbound will feast and I can finally sleep well. I know merchants who will pay 5 times what the Dutch were paying for this nutmeg. The Orangaya are basically giving it away. Exactly. The Orangaya sell the spice to the DMC for nothing. I've had enough of these Dutchmen parading around our trade routes in their ornate ships. The world is addicted to our spices, and the DMC act like they're doing us the world or yourself off our hands. We only smuggled 1 cargo, Captain. Imagine how rich we could be if we kept this up. You know where to find. اوكي بس مرة ثانية بتقولي لي ارجع لي بعد فترة اعرف هالشيء.